السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من أكادير، خطأ في عملية ترحيل جثمان مغربية يرسل الجثة نحو الجزائر. وفي التفاصيل، تفاجأ أفراد عائلة مغربية كانوا بمطار المسيرة بأكادير الأحد الماضي ينتظرون وصول رحلة جوية قادمة من باريس وعلى متنها جثمان فقيدتهم التي توفيت بفرنسا. العائلة المكلومة اكتشفت بأن التابوت الذي وصل على متن الرحلة لم يكن يحمل جثمان قريبتهم المغربية، وإنما كان يضم جثة مواطنة جزائرية توفيت في فرنسا وكانت تنتظر الترحيل نحو مسقط رأسها بالجارة الشرقية للمملكة. ولم يتبدد ذهول ودهشة عائلة الفقيدة إلا بعدما دخل مسؤولي الشركة المكلفة بنقل الجثامين على خط القضية، حيث أجروا اتصالات مكثفة مع فرع الشركة بفرنسا الذين أكدوا لهم بأن خطأ تسرب لعملية الترحيل، حيث تم نقل جثة المتوفية المغربية نحو الجزائر بينما تم ترحيل جثة هذه الأخيرة بالخطأ نحو المغرب. وعلم بأن جثة المواطنة الجزائرية التي ولجت المغرب بالخطأ تم نقلها جوا نحو مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء تمهيدا لنقلها إلى مطار الجزائر مرورا بأحد المطارات الأوروبية، وذلك بسبب عدم وجود رحلات مباشرة بين المغرب والجزائر بعدما قطعت هذه الأخيرة علاقتها الدبلوماسية مع الرباط. وتنتظر عائلة الفقيدة المغربية أن تشرع السلطات الجزائرية في تأمين نقل الجثمان نحو أوروبا كمحطة أولى قبل ترحيله لاحقا صوب المغرب.